لجنة البيان استسلمت للفشل ومجلس الوزراء ينعقد الخميس. طلاب الأمريكية على حرب الأقساط الثانية. إذا ما تجاوبوا هالمرة رح يكون في تصعيد بعد أكثر. سلسلة الرتب عود على وعد. بدنا نوفر، لازم نوفر بمحلات تانية، مش بالتربية ولا بالتعليم. عائلة سورية تحترق في طرابلس ومن نجا يناجي. بنتي مثل الوردة، 13 سنة ما قدروا يطلعوا من المبنى. الجيش السوري يستكمل السيطرة على مزارع ريما وداعش تعدم في حلب. إسرائيل تشرب من البحر. يعتبر مشروع استراتيجي أساسي لإسرائيل من ناحية تطوير النقب استيطانياً. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. انهزمت لجنة البيان وسلمت أمرها لمجلس الوزراء، حيث يجتمع الخميس للاطلاع على محتوى الهزيمة وتقرير مصير البيان والوجود الحكومي بعد انقضاء مهلة الشهر التي تعد مهلة إسقاط. يذهب الوزراء إلى الجلسة وتلحق بهم خلافاتهم، لكن أي خيارات أمامهم؟ يقول الرئيس حسين الحسيني للجديد إن الحكومة ستحتاج إلى إجماع للموافقة على البيان، والأقلية عندئذ ستخضع لرأي الأكثرية مع تثبيت مبدأ التضامن الوزاري والعمل في الوقت نفسه على صياغة برنامجهم لنيل الثقة كركن من أركان النظام البرلماني. وإذا أخفقت الحكومة تصبح بلا أهلية، وبانقضاء المهل تجري الدعوة إلى استشارات نيابية جديدة للتكليف. وصول الحكومة إلى حافة الثقة ليست السابقة الوحيدة في تاريخ الحكومات اللبنانية ما قبل الطائف، فقد اختبرت هذا الإخفاق حكومة الرئيس أمين الحافظ وأيضا حكومة نور الدين الرفاعي العسكرية، وآخر التجارب كانت مع حكومة العماد ميشيل عون، والتركيبات الوزارية جميعا كانت تسلك سريعا إلى الثقة، لكون الراعي السوري لم يكن ليدع الأطراف اللبنانية تقع في أي مطب لا دستوري ولا سياسي، ويتولى الإفتاء فيما بينهم، وإذا تعذرت يتخذ القرار ويتكل على الله وإجماع السياسيين على المظلة السورية. لكن هل من صيغ جديدة ستنزل اليوم بالمظلات؟ ثمة ما يعول على اقتراح يقدمه الرئيس سعد الحريري في الساعات الأخيرة، لأن أحداً لن يضمن حجمه الوزاري والسياسي إذا انفرط العقد الحكومي الذي جرى تجميعه بشق الأنفاس. وعليه فإن الأنظار سوف تتجه إلى سعد الدين سيبويه لانتشال بيان وزاري من قلب اللغة العربية، وقد يوضع سره في أضعف لغته. صواريخ على النبيشيت مصدرها الجانب السوري. رئيس الجمهورية يؤكد أن من لا يعترف بإعلان بعبدة يريد إفشال مقررات المجموعة الدولية. وزير الداخلية يعرب عن تفهمه للأمر الملكي الذي صدر عن الملك السعودي، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميل باسل العريضي. أعلنت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه أن 3 صواريخ سقطت في بلدة النبيشيت ومحيطها، مصدرها الجانب السوري. أحد هذه الصواريخ سقط في منزل أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح وحصول أضرار بالممتلكات. في كلمة له خلال حفل إطلاق الجائزة اللبنانية للامتياز في قصر بعبدة، شدد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان على أن من لا يريد أن يعترف بإعلان بعبدة يريد أن يفشل مقررات المجموعة الدولية في باريس التي تبنت السياسة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في معالجة أزمة النازحين السوريين، مشددا على أن إعلان بعبدة كان السبب الرئيس لتشكيل مجموعة الدعم الدولية. أنا قلت من أسبوع أنه هذا البيان يجب أن يكتب بحبر الوفاق الوطني،
بالحبر ذاته اللي كتب فيه اعلام بعبده، لانه هيدي القاعه هيدي تقرر فيها اعلام بعبده، وقرارات الاعلان محطوطه على المدخل قدام القاعه. هذه القاعه ايضا هي قاعه 22 تشرين الثاني، قاعه الاستقلال يعني بالقصر الجمهوري. أعرب وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تفهمه للأمر الملكي الذي صدر عن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، والذي يصنف الإخوان المسلمين وحزب الله الحجاز وداعش وجبهة النصرة وكل من انتمى إلى القاعدة منظمات إرهابية. وأوضح في تصريح من مراكش ضمن مشاركته في المؤتمر 31 لوزراء الداخلية العرب أن للبنان موقفا واضحا من كل أنواع التطرف الإرهابي، بعيدا من التغطيات التي تحاول التنظيمات الدينية من خلالها إمرار فكرها الذي يصيب المجتمعات العربية في الصميم. رفض تكتل التغيير والإصلاح تأجيل البيان الوزاري، وقال عقب اجتماعه الأسبوعي أنه لا يفهم عدم الوصول إلى الثقة في أسرع وقت ممكن لتبدأ الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه الناس وتبدأ بالتحضير للاستحقاق الرئاسي الذي سيفتح باب الحل على مصراعيه على الصعدة الاقتصادية والأمنية وسواها. وناشد المعنيين محليا وخارجيا بأن يتم الإفراج عن الحكومة. ما في أبدا أي قبول لتأجيل البيان الوزاري، ما في أي فهم لعملية عدم يعني الوصول إلى الثقة بأسرع وقت ممكن حتى تبلش هذه الحكومة اللي صار لها هلأ أكثر من أسبوعين بلش تتحمل مسؤوليتها تجاه الناس. رأى النائب نواف الموسوي أن الأمر الأساسي الذي نواجهه في هذه المرحلة هو الخطر التكفيري الذي نعمل على منعه من الانتصار في سوريا والقضاء على هذه الدولة، بما يؤدي إلى تهديد لبنان في وجوده وبقائه، فضلا عن تهديده للمقاومة بصورة مباشرة. الإيجابية التي بدأنا بها تعامل مع تشكيل الحكومة نواصل هذه الإيجابية بالعمل من أجل التوصل إلى بيان وزاري وإلى أن تنطلق مسيرة العمل الحكومي لتحمل مسؤولياتها التي تقع في أولى أولوياتها مواجهة المشروع السياسي التكفيري. أعلن وزير الصحة بعد اجتماعه مع نقابة الصيادلة وجمعية حماية المستهلك عن فتح ملف الدواء والتشدد في مسألة سعر الدواء والمخازن غير القانونية. ما استطيع تأكيده بأنه في كل هذه الاجتماعات ملف الدواء في لبنان فتح على مصراعيه، مع تقديري للإجراءات التنظيمية الكبيرة التي سبق وقام فيها الوزير علي حسن خليل والوزير محمد خليفي وغيرهم من الوزراء، والتي أنا أستند إليها في هذا النقاش الحالي، وهناك قرارات جريئة تم اتخاذها أيضا نحن بصدد متابعتها، تحديدا الوزير الأخير القرار الأخير للوزير خليل بتخفيض أسعار الدواء. لا يزال مخيم عين الحلوة تحت وقع تبعات جريمة اغتيال العميد في الأمن الوطني الفلسطيني جمال زيدان على أيدي مجهولين، وعلى الرغم من أنه كانت قد وجهت دعوات للإضراب والإقفال استنكارا للجريمة، إلا أن عائلة زيدان رفضت إقفال المؤسسات والمدارس، حيث شهدت شوارع المخيم حركة شبه طبيعية، فيما من المقرر أن يتم تشييع جثمان زيدان ظهر الأربعاء. تطالب لجنة المتابعة كافة القوى الوطنية والإسلامية باتخاذ مواقف جدية وتحمل مسؤوليتها وتتحمل مسؤوليتها العملية لوقف مسلسل الجرائم. نظمت الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين ولجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف لقاء تضامنيا في دار نقابة الصحافة في الذكرى السنوية 36 لاعتقال سكاف في السجون الإسرائيلية، في حضور النائب السابق زاهر الخطيب وأمين الهيئة القيادية في المرابطون مصطفى حمدان وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وفعاليات. وشددت الكلمات على أن قضية الأسير سكاف تحتاج إلى موقف موحد وإلى خطوات مسؤولة وفاعلة للخروج من اللامبالاة في التعاطي مع هذه القضية. إخفاق لجنة صوغ البيان الوزاري والعودة إلى مجلس الوزراء الخميس، ولكن ماذا تعني هذه الخطوة دستوريا؟ في هذا التقرير للزميل رامز القاضي.
في سابقة هي الأولى من نوعها بعد اتفاقية الطائف، انتهى الاجتماع العاشر للجنة صوغ البيان الوزاري بالعجز عن التوصل إلى اتفاق بخصوص صيغة موحدة للبيان الوزاري، وبناء عليه دعي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في بعبدة الخميس المقبل للبحث فيما آلت إليه اللجنة واتخاذ القرار المناسب. شد الحبال بين قوى 14 من أذار والثامن منه بخصوص مسألة المقاومة حال دون هذا الاتفاق، وفي هذه الجلسة استهل رئيس الحكومة تمام سلام الكلام بتعداد الصيغ التي نوقشت على مر الجلسات، ولما أصر كل فريق على موقفه رفعت الجلسة وتقرر العودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي لم تقدم الصيغة التوافقية التي كان يحملها الوزير علي حسن خليل المستندة إلى روحية كلام الوزير جبران باسيل في القاهرة. هذه الصيغة التي تكفل المقاومة للبنان واللبنانيين كان قد رفضها الوزير بطرس حرب لدى دخوله إلى الجلسة. من ناحيته وزير العمل سجعان قزي أكد بعد الاجتماع أن المناقشات كانت موضوعية وهادئة وأن كل طرف عرض وجهة نظره، لكننا لا نزال عند النقطة الأساسية. نحن كفريق 14 أدار نعتقد ونؤمن بأن كل مقاومة أكانت شعبية أم رسمية أو مؤسساتية يجب أن تمر عبر مرجعية الدولة اللبنانية، بغض النظر إذا كان هناك يوجد استراتيجية دفاعية أم لا يوجد استراتيجية دفاعية، بينما الفريق الآخر وتحديدا حزب الله يصر انطلاقا من قناعاته على أن المقاومة يجب أن تكون حرة في التحرك والتصرف. وفي جلستها العاشرة فشلت لجنة صياغة البيان الوزاري في التوصل إلى نص توافقي، وتقرر العودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ماذا تعني هذه الخطوة دستوريا؟ لا سيما أن الاثنين المقبل تنتهي المهلة الدستورية الممنوحة للحكومة لصياغة بيانها. إما مجلس وزراء يعيد تأليف لجنة جديدة، أو يؤكد على استمرار عمل اللجنة لغضون ساعات قليلة أو أيام قليلة للتوصل إلى بيان وزاري. في الحالتين إما أن يحصل ذلك أو أن يصعد رئيس الحكومة إلى قصر بعبدة ويضع الرئيس في نتيجة هذه المآلة إليه المفاوضات أو المشاورات لصياغة البيان الوزاري ويطرح استقالته، لأنه في غير ذلك ليس هنالك من نتيجة حكمية على عدم التوصل إلى بيان وزاري. بمعنى آخر، مهلة 30 يوم لا تعني تجاوزها نتيجة حكمية ينشأ عنها اعتبار الحكومة مستقيلة. المادة 69 من الدستور تنص على حالات الاستقالة المعددة على وجه الحصر، وليس في عدادها أن تتجاوز الحكومة مهلة 30 يوم المنصوص عليها في المادة 64. المادة 64 تتحدث عن صلاحية رئيس وزراء. وبالتالي الكرة الآن باتت في ملعب مجلس الوزراء مجتمعا قبل انقضاء المهل الدستورية نهار الاثنين، حيث تعود المبادرة إلى رئيس الجمهورية وسط انقسام الرأي الدستوري بين اعتبار هذه المهل هي حكمية، أي تعتبر حكما الحكومة مستقيلة، أم اعتبارها مهل حث وبحاجة إلى مبادرة من الرئاسة الأولى أو الثالثة. رامز القاضي، قناة الجديد. بعد المواجهة الأولى، طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت ينفذون أضراباً يقولون أنه لن يكون الأخير إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم. بعدما سماه طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت المواجهة الأولى يوم الخميس في 27 من شباط الماضي رفضاً للزيادة غير المبررة على الأقساط وغياب الشفافية، عاد الطلاب إلى التحرك في إضراب عن الصفوف بمشاركة عدد كبير من الأساتذة. وبين المواجهة الأولى واليوم جاء رد من الإدارة برسالة رفعها رئيس الجامعة بيتر دورمان، قضى بتأليف لجنة متخصصة لدرس ملف الأقساط للسنة المقبلة تستثني المشاركة الطلابية، لكن الطلاب رأوا أن هذه اللجنة لا تستجيب لمطالبهم، وعلى رأسها وقف الزيادة على الأقساط كشرط لمناقشة موضوعي الشفافية واتخاذ القرارات، وصوتوا بالإجماع ضد هذه اللجنة. أما الإدارة فاكتفت مذ ذاك بالقول إنها تبحث في الحلول. اللي صار تطور زيادة إنه مجلس الشيوخ يلي هو أعلى باور بالجامعة
طلع ببيان وقال انه نحن بندعم رأي التلاميذ وانه ما في مبرر لولا 1% زياده بالاقساط. التشانسز تبع هذا السترايك انه ينجح كثير اكثر من تشانسز من 3 سنين، لانه لهلا بعد في اجتماعين لمجلس الامانه لا يعملوا ريفيو للبادجت اللي بدهم يصوتوا عليها، واكيد مجلس الامانه ما حيغض النظر عن كل اراده التلاميذ والاساتذه. وشهد حرم الجامعة اعتصاماً شمل أقسامها كافة وحاصر مقر سكن رئيس الجامعة. أما نسبة التزام الطلاب الإضراب فوصلت إلى نحو 80%. نحن بتظاهرنا اليوم عم نقول نعم لحقوق الطالب، عم ندعم الشاب اللبناني اللي هو بيشكل أساس وركيزة لاقتصاد البلد. نحن اليوم عم نقول كلا للهدر، نحن اليوم عم نقول نعم للشفافية المالية، ونحن عم نقول نعم لحق كل طالب اللي بينتمي لكل وكل طبقة اجتماعية من هالمجتمع بتعلم. نحن ما رح نوقف هون صراحة، إذا ما تجاوبوا هالمرة رح يكون في تصعيد بعد أكثر. كلية الطب عندنا مضطرين نحضر كل يوم، بس اليوم يعني التزمنا بالتحرر. اليوم بدنا نعتبر إنه هيدا نهار إضراب والناس إجوا على الجامعة، يعني حتى مع الإضراب نزلوا على الجامعة تظاهروا، وقد بدنا نضل لآخر نفس. ويرى الطلاب أن التدابير التي تقوم بها إدارة الجامعة عبر الرسائل والوعود هدفها كسب الوقت وصولاً إلى إحباط التحرك عبر المماطلة حتى مواعيد الامتحانات في الشهر المقبل، حيث قد يقل زخم المشاركة الطلابية. فهل تكسب الإدارة رهانها أو يقود طلاب الأمريكية تحركاً حقوقياً اشتاقت إليه الجامعات؟ تركوا مقاعدهم وخرجوا في إضراب هو الأول، لكنه على ما يبدو لن يكون الأخير، ففي مقابل غياب أي إشارة إلى نية الإدارة التراجع عن قرارها، طلاب يؤكدون بدورهم أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم. من الجامعة الأمريكية في بيروت، رونا حلبي، قناة الجديد. سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة مجدداً، الجميع متفق عليها والملف يقبع في أدراج المجلس النيابي. بالفم الملآن ملتزم العمل والمتابعة اليومية لكي تحصلوا على حقوقكم بسلسلة الرتب والرواتب. بالفم الملآن أعاد وزير التربية الياس بوصعب الزخم إلى ملف سلسلة الرتب والرواتب المتوقف منذ 21 آذار العام الماضي، تاريخ انتزاع القرار بتحويله من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي لإقراره إثر حراك عمالي ونقابي ضخم. والأساتذة ليسوا وحدهم المعنيين بهذا الملف، فمعهم عناصر السلك العسكري والإداريون. مشاريع كثيرة قدمت، وشكاوى عن ضعف الإيرادات وعدم المساواة رفعت، ثم قطعت الوعود بإجماع سياسي وضربت المواعيد لتحقيقها. كل ذلك وما زالت السلسلة رهينة الاستحقاقات اللبنانية وسلم الأولويات السياسي، فما الجديد إذن في طرح الوزير وما رد المعنيين بالملف عليه؟ طلبت من المعلمين ومن النقابات وكل اللي كانوا موجودين، وطلبت أنه كل واحد منهم يروح لمرجعيته السياسية ويكون واضح وصريح ويجيب منهم التزام معلن أنه هيدي الهيئة أو هيدي المرجعية السياسية أو هيدا التكتل هيدا موقفهم من السلسلة بالهيئة العامة. التحرك نقابي مشتقل في إله أمه وباي، هي هيئة التنسيق النقابية، مليون إنسان بيكلوا بيشرب من السلسلة لأنه موجودين بأحزاب، هذا العسكر كله. ربما لا تكون الأمور بالبساطة التي يتمناها وزير التربية، لكن الحديث عن توافر إيرادات يفتح بابا للتفاؤل، لا سيما وأن هناك مشروعا أقرته اللجنة الفرعية في المجلس يؤكد توفير إيرادات سنوية للسلسلة وهي 2300 مليار من مصادر متعددة. أنه بناء أي وطن بده يبلش بالتربية، وإذا نحن بدنا نوفر لازم نوفر بمحلات تانية مش بالتربية ولا بالتعليم. صار في عنا غاز ونفط موجودين بالبحر، معناتها ما عنا خوف نحن اليوم أنه إذا تدينا مليارين زيادة كرمال الشعب ما راح يكسرونا. وطالما هالنوايا والكل سوا مع إقرار السلسلة، طيب فيني أفهم أنا ليش ما بتنقرر هالسلسلة؟ وطالما عم تدفع الحكومة وبدون قانون غلى معيشة باعتباره سلفة
يعني عم تدفع الحكومة جزء منها بدون قانون، تدفع كلها. دولة الرئيس نبيه بري في حطة على الهيئة العامة، في حطة على اللجان المشتركة، وبتنطرح هالسلسلة هالمشروع وهالتقرير على اللجان المشتركة، وبتنقر وفق التعديلات اللي عم نطالب فيها اللي بما ينصف الأساتذة والمعلمين، يعني الكل ياخدوا 121%. طيب خلوا هالناس تاخد نفس، رشوا على الموت سكر يا أخوان. الأمور فقط القدرة على الاحتمال، لكن أما زال هناك سكر يغطي على رائحة الموت أو أذان صاغية تسمع ما يقال حتى بالفم الملآن؟ لعل الأمر مستبعد، لكن هذا الإصرار النقابي المرفق بقبول سياسي للسلسلة ولو شكليا لا يمكن أن يضيع هباء. كتيبة أمنا عائشة في حلب، نساء يطببن ويقاتلن إلى جانب الجيش السوري الحر، التفاصيل في هذا التقرير. صلى 3 أيام؟ كان بدي أطبي بوقتها، كان بدي أطب تاني. كان أي بس طلع هلا اللحمة مو لحمة؟ لا والله بدها. في حي صلاح الدين الواقع تحت سيطرة المعارضة في حلب، كتيبة من نوع آخر، هي كتيبة أمنا عائشة، أسستها أم محمد وهي معلمة سابقة. وتهدف الكتيبة المؤلفة من 10 نساء من اللواتي بقين في الحي مع أسرهن إلى مساندة جيش الحر في الحي المذكور طبيا وعسكريا، وهو منطقة تعد خط جبهة مشتعلا دائما. جهزوا الشناتي مشان في مصابين ما بيحسنوا يجوا عنا قطب طبية، فنضطر نحن نرول عندهم. إذا بشار الأسد خلص رجالنا فنحن إن شاء الله إلو نحن النساء بالمرصاد، وبعدين نحن النساء شقائق الرجال، هيك كانوا يقولوا قدوتنا نساء الصحابة، ونحن نساء مع أزواجنا رجال ومع غيرهم. وإلى جانب مهماتهن الطبية تتمركز هذه النساء في الخط الأول من الجبهة، يحملن السلاح ويقاتلن عند الحاجة إلى جانب الجيش السوري الحر، وفي ساعة الهدوء يجلن في شوارع الحي ويتسوقن. بعد الفاصل سلحفاة معمرة في عكار. أهلا من جديد. حريق براد بلدة الحريش يقتل طفلين سوريين، والعائلة تطلب من سفارة بلادها المساعدة في نقل جثتين إلى سوريا. أدى الحريق الذي شب في براد بلدة الحريش جنوبية مدينة طرابلس ليلة الاثنين الثلاثاء إلى مقتل طفلين سوريين، هما موسى زحلول البالغ 11 عاما وحنان زحلول البالغة 13 عاما، وهما ابن عم، ونقلت جثتهما إلى مستشفى السلام والمستشفى الحكومي في القبة. أسرتا الطفلين ناشدتا المعنيين في الدولة اللبنانية والسورية التدخل لنقل الجثتين إلى سوريا لدفنهما. مطلب من السفارة السورية ومن السيد السفير سعادة السفير علي عبد الكريم علي، أنا احترقوا أولادي، احترقوا أوراقي وما ضل عندي شيء، أنا جايب أولادي 9. إذا في ما عندي شيء، بس بطاقتي بجيبتي، أنا طلعت هي ابني شلته بحضني ما عرفته، إذا ما تشالوا مني نزيه الخيالي عطيته إياه السمنت خيي بالمبنى، وثلاث ساعات أنا بعد أول ساعة خلص، بس الولد أنا ما بعرفه ميت، بعرفه ميت. الله يرحمه. بتمنى من الجهات المسؤولة ليك على الحريق، أنا معي 4000 دولار أماني شهيد، وهودي دهبات مرتي ليك كيف صايرين بقلب لقلبي. راحت لي بنت مثل الفلة مثل الوردة، راحوا وراعي، راحوا تيابنا، راحوا أغراضنا، بس البنت أغلى شيء عندي، وبطلب من الأمم المتحدة تساعدنا وتصور، وبطلب من السفارة السورية تخلينا أقطع بنتي طلعة بطلعة سوريا، وبطلب منكم أنتو تساعدونا بس تعملونا وراعنا نطلع ونطلب، ما بطلب غير هيك. والله لا يحرق قلب أم مثل ما انحرق قلبي، بنتي مثل الوردة 13 سنة ما قدروا يطلعوا من المبنى. العائلة توجهت إلى منتجع في المنطقة فتح أبوابه لإيوائها بعدما فقدت في الحريق أوراقها الثبوتية. شفنا هالجماعة ونحن معترين، وكتير نزلنا فتحنا لهم شلايات ونيمون، والواحد اللي بيقدر يساعد ما بيقول له. عائلة زحلول التي تعمل في الحريش منذ نحو 20 عاما أشارت إلى أن الحريق قد يكون مفتعلا.
النائب حسن فضل الله يدعو النواب إلى كتابة اسم رئيسهم المقبل بالحبر الحقيقي، ويؤكد أن الحزب لا يتنازل عن المقاومة في البيان الوزاري. قد كتبنا هذا التاريخ بآلاف وآلاف دماء الشهداء، فكيف لنا أن نقبل بأن يفاوضنا أحد على حق طبيعي؟ ومن سيئات هذا الزمن أن يحاول البعض اليوم في لبنان أن يفاوضنا على حقنا في المقاومة، أو أن يبتز اللبنانيين على حقهم الطبيعي في تحرير أرضهم والدفاع عنها. نحن حريصون على إنجاز هذا البيان الوزاري لتقوم الحكومة بدورها وبعملها، وكي لا تبقى حكومة تصريف أعمال عندما تنتهي المهلة الدستورية. سنذهب إلى استشارات نيابية جديدة، وسيسمى رئيس للحكومة، وسنعود إلى الدوران في الحلقة. مبنى آيل للسقوط على رأس قاطنه في طرابلس. ناشد أهالي الحدادين بطرابلس المعنيين إنقاذهم من كارثة قد تحل بهم، والإسراع إلى ترميم المباني الآيلة للسقوط، وهي مبان أثرية تعود إلى الحقبة العثمانية. الصرخة أتت بعدما بات أحد المباني مهددا بالسقوط بالكامل، يقطن فيه أكثر من 5 عائلات، إضافة إلى مبان المجاورة والملاصقة للمبنى المهدد بالسقوط. وقد ناشد أحد سكان المبنى المعنيين الإسراع في تدعيم المبنى قبل أن تقع الكارثة. يا بتجبروا البلدية، يا بتجبروا صاحبين الملك، يعني أول هكا بإيدينا، ما جربنا بإيدينا. إيه إيه. ها؟ هكا؟ إيه. شو بتطلب؟ تقوية لهذا المبنى اليوة. بطلب المعنيين أنه يهتموا بهالموضوع، لأنه إذا علف في العائلات اللي فوق بيموتوا كلهم مستعجلين. منو سأل الملك؟ منو سأل بدك تجبروا للملك؟ ترميمة وتأهيلة بدك تروح على وزارة الثقافة وكذا، وإيثار وما إيثار، ومنعرف كلفتها العالية. فلذلك لا القادر المالك الأساسي أو الملاك اللي هم صاروا بالجملة قادرين مشان مبنى مستأجر معرف قانون الإيجارات يرجع يرمموا حسب الأصول، ولا المستأجر اللي عم يدفع كمان قروش والحاجة عم تدفع ويقعد بهيك كل واحد كل عائلة بأوضة وكذا، قادر كمان هو يرمم هذا المكان. مشان هيك المشكلة عم تكبر. وأعلن المختار أن ملكية المبنى تعود إما إلى الأوقاف الإسلامية وإما إلى الورثة. لبت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى مأدبة غداء أقامها على شرفها. وشارك في الغداء الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير والمطارينة بور الصياح وسمير مظلوم وشكر الله حرب وعدد من الكهنة والمحامي جوزيف أبو شرف، وعقد لقاء ثنائي بينهما أثنى فيه البطريرك الراعي على الدور الوطني البارز الذي تلعبه الوزيرة الصلح من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لسد جزء كبير من حاجات اللبنانيين، وذلك من دون تمييز طائفي أو مناطقي. ورأت الصلح أن بكركي هي المطاف الأخير، إليها نحتكم ومنها نرتحم. عثر أهالي بلدة العبودية الحدودية على سلحفات معمرة تعرف بالرقة، ولفتوا إلى أنها خرجت من قنوات المياه بسبب شح المياه للبحث عن مكان أكثر أمنا. وقال رئيس بلدية العبودية السابق محمد مسلماني إنها المرة الأولى التي يرى فيها أبناء المنطقة رقة بهذا الحجم خارج المياه، مرجحا أن تكون قد علقت بالوحول بسبب شح المياه في مجاري النهر الكبير. وقد قام الأهالي بإسعاف السلحفات تمهيدا لإعادتها إلى النهر لتنعم بالأمان إلى جانب مثيلاتها. بعد الفاصل، تركيا على نار الولد. أهلا بكم من جديد. داعش تعدم 12 مقاتلا من المعارضة السورية، سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأخبار إضافية في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي.
أعدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 22 شخصا بينهم 12 مقاتلا من المعارضة إثر سيطرتهم على منطقة الشيوخ في ريف مدينة جرابلس في شمالي سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أضاف أنهم أعدموا بالرصاص والسلاح الأبيض، مشيرا إلى أن القتلى هم 12 مقاتلا من المعارضة وعشرة رجال آخرين لم يعرف ما إذا كانوا يحملون السلاح. إلى ذلك يستعد الجيش السوري لإحكام قبضته على يبرود بعد سيطرته الكاملة على منطقة ريما ومزارعها ومجمع ومرتفع القطري ومرتفع الكويتي في محيط المدينة، وسط انهيار في دفاعات المسلحين وفرارهم مخلفين عشرات القتلى وراءهم. وحقق الجيش السوري تقدما كبيرا على جبهة القلمون باقترابه من معاقل الجماعات المسلحة في مدينة يبرود انطلاقا من مزارع ريما، فيما لا تزال فليطة منفذها الأخير نحو عرسال في لبنان. إلى ذلك ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الجيش الحر تسلم أسلحة نوعية جديدة تتضمن صواريخ صينية الصنع مضادة للدبابات، وتأتي هذه الصفقة بدعم عربي بعد خسارة الجيش الحر مواقع على الأرض ورفض المجتمع الدولي تزويده بأسلحة نوعية. هذا وارتفع عدد قتلى وجرح اقتحام 3 انتحاريين مركز تطوير البيئة والبلديات في بلدة القامشلي الكردية داخل فندق هدايا، فيما أعلن تنظيم داعش تبني هذه التفجيرات. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحطم طائرة استطلاع من دون طيار من طراز سكاي رايدر بسبب عطل فني وأن تحقيقا يجري في الحادث، إلا أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت استيلائها على الطائرة في جنوب قطاع غزة ونشرت صورها على موقعها الإلكتروني. واستشهد 3 ناشطين ينتمون لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوبي القطاع. إلى ذلك شيعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحد عناصرها ساجي درويش الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتين قرب رام الله في الضفة الغربية. وشهدت مدينة بيت لحم مسيرة للتنديد بجرائم الاحتلال أصيب خلالها العشرات بالاختناق من جراء استهدافهم بقنابل الغاز التي ألقاها جنود الاحتلال المتمركزون في البرج العسكري عند المدخل الشمالي للمدينة. وصفت إيران عرض إسرائيل أسلحة قالت إنها إيرانية كانت تحملها سفينة متوجهة إلى قطاع غزة بالمهزلة. وقالت الخارجية الإيرانية أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين وعرض الأسلحة المزعومة ليس سوى دعاية إعلانية هدفها تقويض التقارب المتزايد بين إيران والغرب. وقالت المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم للصحفيين أن هذه المزاعم مهزلة، مضيفة إنها تتزامن واجتماع مع لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إيباك في الولايات المتحدة. أشعل خبر وفاة الفتى التركي بيركين ألفان البالغ 15 عاما شوارع المدن التركية مجددا بالتظاهرات المناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان، وذلك بعد 296 يوما أمضاها في مشفى اسطنبول إثر إصابته في التظاهرات التي شهدتها شوارع المدينة في حزيران الماضي. والدة بيركين في حديث إلى الصحافة حملت رئيس الحكومة المسؤولية قائلة ليس الله وإنما رئيس الحكومة أردوغان من أخذ ولدي. أكد الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش أن ما يحصل في أوكرانيا هو انقلاب على الشرعية، مشددا على أنه لم يغادر أوكرانيا لحظة الانقلاب وهو كان داخل الأراضي الأوكرانية عندما استولى المتطرفون على مبنى الرئاسة، ولفت إلى أنه سيعود إلى البلاد متى تسنح الظروف. ما زلت الرئيس الشرعي للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة. انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 25 من أيار المقبل من قبل الزمرة التي استولت على السلطة غير شرعية ولا تتطابق والدستور الأوكراني، وأود أن أؤكد أن القرم في طريقها إلى الانفصال. لا يزال لغز الطائرة الماليزية المفقودة المثير للجدل مستمرا على الرغم من انضمام عشرات السفن والطائرات من 9 دول إلى عمليات البحث في مناطق واسعة من بحر جنوب الصين عن أي أثر للطائرة التي اختفت السبت الماضي وعلى متنها 239 راكبا، في وقت رجحت السلطات الماليزية احتمال تعرض الطائرة المنكوبة للاختطاف. وكشفت الشرطة الماليزية أن أحد الراكبين اللذين كانا يستعملان جوازي سفر مسروقين على متن الطائرة المفقودة
هو طالب لجوء إيراني، ونشرت السلطات الماليزية صور الشخصين اللذين استعملا جوازي السفر المسروقين لصعود الطائرة، وقالت إنها تمكنت من تحديد هوية شخص من أصل اثنين، مشيرة إلى أنه شاب إيراني كان يرغب في الهجرة إلى ألمانيا. العدو الإسرائيلي سيستفيد سنوياً من 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة التي توفرها محطة تحلية البحر الأحمر في العقبة، والبحر الميت سيكون مطمراً لفضلات المحطة. التفاصيل في تقرير لمراسلنا نزار حبش. انتقادات لاذعة وجهتها المؤسسات البيئية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لسلطة المياه الفلسطينية بعد توقيعها مع الأردن وسلطات الاحتلال اتفاقية ثلاثية في واشنطن تتعلق بإقامة محطة لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة وتشكيل خطوط ناقلة وقنوات مائية لنقل الأملاح ومخلفات التحلية من المحطة إلى البحر الميت بقيمة مليار دولار. حسب الدراسات ستتكون طبقة حمراء أو من الطحالب الحمراء على سطح البحر الميت، إضافة إلى ذلك هناك إمكانية تشكل طبقات جبس بيضاء، وبالتالي طبعا ستكون طافية على السطح وستغير من خصائص البحر الميت، لن يبقى هناك شيء اسمه بحر ميت. ووفقا لما تسرب من معلومات فإن حصة الأردن المائية من المشروع تقارب 80 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا، فيما ستحظى سلطات العدو ب 50 مليون متر مكعب ستستخدم وفقا لإعلام العدو في منطقة النقب المحتل. أما نصيب الفلسطينيين فلن يتعدى 30 مليون متر مكعب يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية. يعتبر مشروع استراتيجي أساسي لإسرائيل من ناحية تطوير النقب استيطانيا، ومن 2005 حتى 2020 كما أعلن في حين شارون سيتم توطين مليون يهودي صهيوني في صحراء النقب. الحكومة الفلسطينية فرضت تعتيما إعلاميا كبيرا منذ توقيع الاتفاقية في أواخر عام 2013. رئيس سلطة المياه الفلسطينية أكد مؤخرا أن الاتفاقية لا تحقق فائدة فلسطينية مباشرة. كان الطلب من جلالة الملك من السيد الرئيس التسريع في هذا الموضوع، وتم تشكيل لجنة وتم مناقشته بالحكومة وتم الاتفاق على هذا المشروع. المشروع الذي تم الاتفاق عليه بإجماع الدراسات أنه لن ينقذ البحر الميت. يذكر أن البنك الدولي سيجري دراسات علمية على نقل المحلول الملحي من محطة التحلية في العقبة إلى البحر الميت كمرحلة أولى لتطبيق مشروع قناة البحرين بين البحر الأحمر والميت الذي يكلف 11 مليار دولار. المتنفس البحري الوحيد لسكان الضفة الغربية المحتلة سيتحول إلى مكب لفضلات محطة التحلية في مدينة العقبة الأردنية. يبدو أن البحر الميت اسم على ما يسمى. من البحر الميت، نزار حبش، قناة الجديد. صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير. نجا قافز بالمظلة صدمته طائرة صغيرة في مطار جنوب ليكلاند في ولاية فلوريدا الأمريكية. وفي التفاصيل أن الطيار شارون تيمبرلي البالغ 87 عاماً كان يحلق بطائرته الصغيرة فوق المطار ليفاجأ بالقافز المظلي جون فورست البالغ 49 عاماً فيرتبك ويصطدم بحبال المظلة التي دارت حول جناح الطائرة. وكانت آلة التصوير الخاصة بالمصور تيم تيلفور جاهزة كي تلتقط الصور. وقد نقل الرجلان إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة. أربعة عشر نوعاً مختلفاً من أنواع الغناء تؤديها هذه الفتاة. Me in the eye, see me, yo, and say surprise of the obvious disguise. Punch your back and take it from behind.
الناس. الفيديو الذي نشرته الفتاة على موقع يوتيوب حصل على 500,000 مشاهدة في 3 أيام فقط. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت في تاريخ 14 أذار 2014، ونبدأ مع النهار. هل يستقيل السلام الضمانة الأسبوع المقبل؟ النهار تنشر محضر الاجتماع الأخير للجنة. الجيش النظامي صار قبالة يبرود وإصابة أمير القلمون في النصرة. واشنطن ترى أن الأسد يشعر بثقة أكبر والإبراهيمي لا يجد مخرجا. في عناوين السفير أسرار صفقة السلاح الفرنسي للجيش. لا كروتال ولا لوكلير والعمولة 150 مليون دولار. بري ربط المقاومة بالدولة مخاطرة، الحكومة تترنح على حافة المهل. بحثا عن الثلج. أما في الأخبار، 14 آذار تتخلى عن سلام، فضيحة هيئة الإغاثة تمويل حروب طرابلس. أما في عناوين الأنوار، جلسة حاسمة للحكومة غدا، سلام يستقيل إذا لم يقر البيان. السيسي يحضر مناورات عسكرية في أبوظبي ويلتقي الشيخ محمد بن زايد. عملية انتحارية لداعش في القامشلي. أما في أبرز عناوين الديار، هل تنجح الاتصالات في تجنيب البلاد مأزقا حكوميا ودستوريا غدا؟ سليمان لكتابة البيان الوزاري بحبر إعلان بعبدة ولإبعاد النفط عن السياسة. بري سيرنا في موضوع المقاومة وكفى. و14 أذار لا تراجع عن مرجعية الدولة. 3 جرحى بصواريخ على النبيشيت. الأسد روسيا أعادت التوازن إلى العلاقات الدولية. اليونيسف ترصد وضعا صعبا لأطفال سوريا وتدعو لإجراءات. أما في عناوين المستقبل، سلام للجنة الوزارية، الخميس لكل حادث حديث، المقاومة تحجب الثقة عن الدولة. إعدامات ميدانية لداعش شمالا وتفجير انتحاري في القامشلي. يونيسف سوريا أخطر الأماكن على الأطفال. أما في عناوين البناء، السعودية لتصفية قطر في 14 آذار قبل البيان. أسبوع حاسم لسباق يبرود عرسال و30 يوم. خمينة إلى رسم الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم. الأسد الدور الروسي أساسي وحيوي في التوازن الدولي. ننتقل إلى اللواء وفي عناوينها، سلام على عتبة الاستقالة غدا، أسلحة نوعية للمعارضة بعد تقدم النظام في يبرود. صورة ديموغرافية قاتمة مع بدء العام الرابع، اللاجئون لا يفكرون بالعودة والأطفال ضحايا الصراع. أما في البلد لهذا اليوم، هادي النابغة جثة هامدة في ظروف مشبوهة. طلاب الأمريكية يصرخون انتفاضة 1994 تتكرر. سلام ينقل عقدة البيان إلى الحكومة ويلوح بالاستقالة. الأسد الغرب يريد دولا خاضعة لإملاءاته. القرم تتبنى إعلان الاستقلال وكييف تحذر. استخراج النفط على مراحل يفيد أجيال المستقبل. أما في عناوين الجمهورية، البلد رهينة كلمة. سفيرة سويسرا الحياد يحمي لبنان. ولكن ننتقل إلى عناوين الحياة وفيها، ناقلة النفط المتسللة حيرت الليبيين وتساؤلات عن ملابسات إفلاتها من الحصار. ليبيا المؤتمر العام يقيل زيدان ويقر انتخاب برلمان يختار رئيسا. اجتماع حاسم لمجلس الوزراء اللبناني غدا بحثا عن معجزة. سلام يتجه إلى الاستقالة بعد فشل التوافق على بيان حكومته. مصير 5.5 مليون طفل سوري مجهول. أخيرا مع عناوين الشرق الأوسط، السفير لي تشينغوان ستدفع بالعمل الاستراتيجي الثنائي إلى الأمام. ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الصين. ضغوط غربية لمنع قصف ناقلة النفط الكورية الشمالية الهاربة. البرلمان الليبي يقيل زيدان ووزير الدفاع يخلفه مؤقتا. رئيس الاستخبارات الأوكرانية السابق للشرق الأوسط، نريد دفع بوتين للتفاوض. برلمان القرم أعلن الاستقلال ويانوكوفيتش يعد بالعودة. كان في النشرة، لجنة البيان استسلمت للفشل ومجلس الوزراء ينعقد الخميس. طلاب الأمريكية على حرب الأقساط الثانية. إذا ما تجاوبوا هالمرة رح يكون في تصعيد بعد أكثر. سلسلة الرتب عود على وعد. بدنا نوفر، لازم نوفر بمحلات تانية.
مش بالتربية ولا بالتعليم. الجيش السوري يستكمل السيطرة على مزارع ريما وداعش تعدم في حلب. عائلة سورية تحترق في طرابلس ومن نجا يناجي. بنتي مثل الوردة 13 سنة ما قدروا يطلعوا من المبنى. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند 10:30.